شو شكلك ما بدك تردي على واتساب؟ لا مش هيك بس عم بعبي السي في تبعي ف ما انتبهت سوري. هلا انحشرتي نهار الجمعه بعد الظهر؟ بعدين ما تكون عم بتشتي عليكي اوفرز وانا مش عارفه. هلا عم بدي قلي تتمنيك علي؟ لا يلا قومي البسي جاي اختك طالعين على الباراديزو. لوين؟ ولك عن جورج على الشاليه. صراحه في عن جد ما قلش ليدي وعندي كتير درس. بدك توقفي دبرسه بقى؟ صار لك شهر قاعدة بقوتك مثل الرهبات، عم بترجيكي حتى تطلعي. وعدت باب نحضر سوبرانوس اليوم ف كنت عارفة انك رح تعملي هيك، فأنا تحت بيتك وبعت مروان يجرك. يلا سي يو. تشاو. حيوانة. شغلت لي بالي فانيسا. عملت لكم شوية عرايس وسناكس للطريق. ثانكس باب، بس ما بفتكر رح روح، تخلص السبة تبعي. ايه مع اساس منطرتيه لستيف جوبز من شان السبيه تبع حضرتك؟ ستيف جوبز مات باب. الصراحة حامل همي كلارا، لا عم تظهري من اوضتك ولا عم تاكلي مثل الخلق. بتعرفي لما عرفت انا وامك انه مع بنت خفت. جحش مثلي عايش بين خمس شباب اجحاش كمان، كيف بدي اعرف ربي بنت؟ كانت امك تضحك علي وتقلي هلا بين كل هالمشاكل هيدي الشغله الوحيده اللي حامل امها وتضحك. شو بك مروان ما بك شيء؟ بس امك كانت تعرف كيف تتصرف معك وشو تقول، مش مثلي. شو صار معك لارا؟ صار لك شهر مش عبعضك وانا للصراحة بطلت اعرف شو لازم اعمل. هلا قعدت وفكرت وهي الاوتفيت اللي طلعت معك بالاخر؟ تبع القليلة جبتي مايور؟ منيح جيت فانيسا. حبيبتي لو ما جيتي كنت شديتك بشعراتك. مش بعيدة صراحة. ليك بعرف انه اللي عم تمرق فيه مش هين ابدا، بس انا عم جرب ساعتي قد ما فيي. بعرف. ثانكس. انا رح نام شوي، ما نمت منيح الليله. ايه نامي نامي. ريحي منيح لانه هالويك اند ما في نوم. شرفك لوين جايبتينه؟ باراديزو. يس. ولا كلمة خليكم نايمين ولا كلمة. ويييي واخيرا زهقنا. ولا كلمة. شو وصلتوا؟ اسواقات فانيسا دايما في ريسك. كل خير جورج. جورج؟ شو هيدا؟ أول مرة بتجي على باراديزو؟ بي من 5 سنين قرر يعمل ريتريت بول وشاليات مطعم تحت وعجقة، ومثل كل شي بيعمله طج عنيعه سلمني إياها، وهلا أنا كل فترة دق للناطور يزبط لي القوض ويفركها، بطلع أنا وأصحابي كثير مشتاق. انبسطت جيتي. انا كمان. كيف كل شيء؟ شغل رواق وهيك. شغل على الورده قصده. خير؟ يلا بسرعه مسبقكم انا. ثانكس انا مخففه. دعانك بشرب على صحتك. شوفي لك حاضرين لتشفيط على الاتي في؟ كلها مره وصارت، بدك ضلك لحقنا فيها؟ بعدين جي معقول سينك شو طويل؟ صاير اقرب من النسوان. عم تلطشني فرح لما عزمناها. لك نيكنا فرح. فرح مش هيدا اللي معكم بالصف؟ اللي بتحكي كثير وما بتسكت؟ هي هي. باينين بس تزا انستا.
بيب ما عندي غيرك بستي، بس انه بيا لفرح مدبر لي انترنشيب سوبر مرتبه هالصيفيه، شو بدنا نسيرها؟ ما هيك؟ جايز انا خورت جوع 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 جوع، في فرن هون كثير لذيذ بيتزا بيعمل على الحطب كثير كيوت، حاطلب اوكي؟ اصلا ما في غيره بوصل لهون. الو ايه اودات هاي، بس وطي التي في شوي، وطي التي في. ايه باراديزو معك، جورج صراف، لا ابنه جوجي. ايه ليكي بدنا نطلب طلبيه، شو وحده فيجيتيريان وحده بيبروني. ايه اوكي اثنين اقولك بكفوا، ما نحن اربعه الأربعة. في حدا جاي؟ ما خبرتيها؟ لازم تخبريها بالسيارة. تخبرني شو؟ لارا ما تعصبي أوكي؟ ما بصدق إنك جريتيني لهون من بعد كل شيء قلتلك إياه وكل شيء صار معي؟ فيكي تروقي شوي؟ قاعدة بدك تسمعيني شوي قبل ما تعملي دراما؟ فانسا بليز ما تجبريني احكي معه. مش عم بجبرك، بدي كرمالك صدقيني، مش انا معك من الاول، بس القصة بلشت تكبر كتير والعالم بلشوا يحكوا. بعدين انت قلتي لي انه كنت سكراني ومنك اكيدة من اللي صار. انا اكيدة فانسا، اللي شهر بفكر بكل ثانية من هيديك الليلة، أنا بعرف شو عمل. أكيد لدرجة إنك تخربي له حياته؟ أنا كمان اختربت حياتي. طيب بعرف إنه بدك تحكي الدرك التنين، بس قبل ما تعملي هيك ويفوت الأوان فيكي على القليل تفكري بالقصة شوي على رواق؟ فكرك الدرك رح يتأثروا فيكي أو يوقفوا معكي؟ بعدين فكري بمروان، بدك تشرشحيه وتبهدليه بالمحاكم؟ ليكي أمير حكينا، هو كتير ندمان على اللي عمله، وبس بده يحكيكي بده يشرح لك وجهة نظره. اسمعي من بعدها منفل أوكي؟ بليز بس بدي نخلص من القصة وترجعي لارا اللي بعرفها. يلا five minutes ومنكب كل شيء ورانا. هاي سوري على السيربريز، بس بدي اجي خبرك ميت من القصة. صراحة بعدها مقايرة معي من ليلتها وبدي افهم شو صار. ما فشل لك يا خبرتني فانسا انه عم فكرة تحكي الدرك، فقلت على قليل اسماعيلي بعدين اعمل اللي بدك اياه. انا بعرف شو صار حتى لو ما حدا بده يصدقني. اذا بتعرفي ما حدا رح يصدق لشو تحكي؟ رح تنقذي اكثر مني صدقيني. هيك اثنيناتنا عندنا مليون شغلة، مش ناقصنا بعد هالقصة. كنا سكرانين، صار اللي صار نسيها، خلينا نكفي حياتنا. فكرك انا ما بدي انسيها؟ ممكن ما راح احكي حدا. وين؟ زح من وجهي أبي. ما اقتنعت. زح من وجهي أبي. عم بفهم ليش عم تعندي؟ شو اللي بعاني منه للخبريه انت؟ أمير في اكيد كل شيء منيح. ايه ارتاح، اتركهم يحلوها. اسكتي 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 كشان موتة. كل هالفكرة مقايلة من الأول في، فكرة إنه رح تقبل هيك وبسهولة كمان؟ شو كان بدك ياني اعمل؟ كنت عم جرب ساعدك يا حيوان، قلت لك سكتها مش اقتلها. بعدين بتوطي صوتك وما بتحكي معي بهالطريقة.
كيف يا عم ماتت يعني؟ لا لا لا. طب شو بنعمل؟ بنحكي الدرك؟ بدك تحكي الدرك عن جد؟ وشو بنقول لهم؟ فئتنا شنقت حالها بالغلط بكبان بيك؟ ضروري كنتوا تنقبروا تجيبوها لهون. بركي مش ميتة. جورج جورج ميتة. اوكي؟ اتفقنا انه ما نخليها تحكي. ما تكسها هلا. طب بنقول انه هجمت عليك دفاع عن النفس. مين رح يقول لهم؟ انت رح تقول لهم؟ روح صدقني ما بتضاين ساعتين بالمخفر. مخفر؟ شو خصني بكل هالقصة انا؟ وشو خصك بالقصة؟ العالم عم تحكي عن اللي صار بسهرتك. وهلا حيجوا الدراك يلقوها ميتة عندك. كيف يعني؟ انت عملته؟ شكون بروح عشان يركض معك؟ فين لسه جرب يقتلني؟ بعرف حياتي بعرف. أمير جان ما بعرف شو صار له. لازم نتفل. إيه ما تعتلي هم. فتحي برا هلا بناخذهم وبنهرب أنا وياك، أوكي؟ سيري لارا. شو خليكي تخربي لنا حياتنا؟ الو شو في؟ في روقي شوي ما عم بفهم شيء. بعد عايشة؟ وكيف يعني بعد عايشة؟ وين هلا؟ اوكي باي 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 باي. هلا كنت بالمدخل ما في حدا. تكون بالمطعم. يلا. واو عم فرح حدا. تعرف تستعملها؟ ايوه كول اوف ديوتي. ركز. يلا. يعني فيك انت نعسني. الو. هاي بيب.
لا بعد ما لينا. شو؟ اوكي جورج انت كمل تنبيش. خلص جاي جاي بيب جاي. اوكي باي. جورج خليني فل وانا بقول لدرك انه انت ما خصك. جورج فاك شت كس امك نقصتني. وينه؟ شو هو؟ لك المفتاح وين؟ بالجاي بالإدمانية. تنيك اخته شو صار لك؟ ايش لك جلت لعيني؟ رجينا رجينا شو؟ لقطة؟ لا هربت كروا ما فيها بعد كثير مشي. مات جورج. شو؟ كيف مات؟ قتلته الشلك. لك ايه؟ اوه 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 شوي. هي 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 لواء اتس اوكي على حلقي لو حلها شيل. ما تنسي بعد جمعة انا وياك معي نبة من ياخد لحامة. بحنيك اختها. اي نبا بيبي. بدك تقتليني كرمال شاب؟ ما كان فيك تسكتي وتريحينا كلنا؟ بس لا من انت وصغيري ما بتشبعي اتنشن. بدك ياني اسكت؟ اتعاسك تيني. Thank you.
طالبين بيتزا. تاخد كار؟ حمي بس مش واقف برا كل اخر الموسم مع سكواد بتصور طول مشواري الارقام تدور اندبندنت شو ما صار راح نضلنا عارف اني بعيد هالفتره شغاله